دلحين. هي الحلقه الاخيره، الحلقه الاخيره ما فيها كلام. طيب يا جماعه الخير، اول شيء اعزائي المشاهدين، يا اخي والله يا التقديم الرسمي دينا مصيبه. اعزائي المشاهدين نقول الف مليون الحمد لله على السلامة. الله يسلمك نايف الاكلوبي. اللهم لك الحمد انها عدت سليمه، والواحد لا يكشح مره ثانيه. تو انا مسوي الاسبوع اللي قبل تقرير على السيارات، جيت تصدم انت ايش فيك؟ المليون الحمد لله على السلامه، ما تشوف شر ان شاء الله، والحمد لله انها سليم واموره طيبه زي ما انتم عارفين يا شباب. وشفت التغريده في تويتر، والله العظيم انها وجعني قلبي، يعني ما شفت السياره الا يوم شفتها في تويتر. فعسى الله يخلي لاهله ويحفظهم ان شاء الله. وتكفون السيارات تأنوا، ترى والله العظيم في ناس ينتظرونكم، في ناس يحبونكم، ما تحب نفسك اصدم، ايش دخلني انا. المهم نجي يا جماعه الخير الى اللحظات الاخيره، والله العظيم اني